خلال البرزنتيشن بتاعتي ان شاء الله انا هكون حابب في الاول نقدم انترودكشن سريع، بعد كده نتكلم على البارتنرز بتوعنا، نتكلم على سام فاكتس عن شركه ميدفال ومين هم المين كاستمرز بتوعنا في الماركت هنا في مصر. في البدايه شركه ميدفال تاسست سنه 2017. الحقيقه ان المذر كمباني لينا موجوده من اكتر من 30 سنه هنا في الماركت المصري، من سنه 86 امتدادا للشغل بتاعهم ونجاحهم في شغل البرينتنج مع الراديولوجي سنترز. قررنا في 2017 ان احنا ننشئ شركه ميدفال هيلث كير اللي هتكون متخصصه في مجال الاجهزه الطبيه في الماركت هنا في مصر. بعد كده تباعا من 2017 لحد النهارده خلال 5 سنين بدا يبقى عندنا ميدفال دياجنوستيك في السعوديه، عندنا شركه تريبو في فرنسا، عندنا شركه تريبو هنا برضو في مصر المسؤوله عن الجزء بتاع الدنتال والكوزماتكس. دي الجروب اوف كومبانيز بتاعتنا، ميدفال وتريبو في فرنسا، يو تي اس هنا في مصر، واتش بي اس موجوده في هونج كونج. احنا الاوبجكتيف بتاعنا او المين اوبجكتيف بتاعنا تو بي ذا موست تراستد بارتنر فور ذا هيلث كير اندستري ان بوتنشال ديفلوبينج كونتريز. احنا صحيح بدانا هنا في الماركت في مصر، لكن خلال السنتين اللي فاتوا دول بدانا نبقى موجودين في نورث افريكا وفي الميدل ايست كمان. يعني بدا الشغل بتاعنا كمان يتجه للجزء بتاع نورث افريكا وايست افريكا والميدل ايست. الاسترينث بوينت بتاعت ميدفال، هي احنا من دي 1 موجودين في ميدفال، احنا كان عندنا بليف جدا ان المجال بتاع الاجهزه الطبيه بيعتمد جدا جدا على الافتر سيل سيرفيس. بمعنى ان حضراتكم كدكاتره في الراديولوجي سنترز او في المستشفيات احنا دايما نقول مش مهم قوي ان الجهاز يكون فيه مشكله صغيره، لكن المهم الفاست ريسبونس بتاع حل المشكله دي. الحقيقه ان هو ده الكي بتاع نجاح اي شركه، ان انا الجهاز بتاعي لما يكون فيه ايشو او حصل مشكله معينه الوقت اللي احنا محتاجينه عشان نرجع الجهاز ده مره تانية يشتغل ما يعطلش الشغل بتاعنا في المركز او في المستشفى، ده نقدر نقيس بيه نجاح الشركات. احنا من اليوم الاول لينا في ميدفال كان عندنا اهتمام كبير جدا بالافتر سيل سيرفيس، بالمهندسين بتوع الصيانه، بتواجدهم في جميع المحافظات هنا في مصر ان هم يغطوا اي مشكله او اي حاجه تحصل الدكتور يطلب فيها التدخل بتاعهم. احنا عندنا 4 برانشز هنا في مصر، موجود عندنا طبعا الهيد كوارتر بتاعنا في القاهره في زهراء المعادي، موجودين هنا في الابر ايجيبت لينا مكتب في اسيوط، موجودين في اسكندريه، وموجودين في الدلتا في المنصوره. الانستليشن بتاعتنا هذكرها مع حضراتكم في الاخر. اهتمامنا دايما كان بالبراندز اللي موجوده معانا او مين هو البارتنرز بتوعنا. احنا حاليا اكسكلوسيف بارتنر لمايند راي في البيزنس يونت بتاعت الاي في دي، يعني اجهزه المعامل احنا اكسكلوسيف لمايند راي. في مجال الاشعه وده حابب ان انا اتكلم عليه بالتفصيل اكتر، احنا في شركه ميدفال احنا عباره عن 3 مين بزنس يونتس، الميديكال ايميجنج اللي هو راديولوجي والترا ساوند، الاي في دي اللي هو اجهزه المعامل، الاي سي يو التجهيزات الطبيه. خلينا النهارده نفوكس شويه على المجال اللي يهم حضراتكم كدكاتره اشعه اللي هو مجال الميديكال ايميجنج سواء كان راديولوجي او الترا ساوند. مين هم البارتنرز بتوعنا؟ احنا البارتنر بتاعنا الاول طبعا هو شيماتزو. شيماتزو طبعا هو ويل نون للاجهزه بتاعه الاكس راي، اجهزه الاشعه سواء اكس راي او موبايل اكس راي او الفلوروسكوبي. احنا موجودين معانا شيماتزو في البرايفت سيكتور. عندنا مايند راي في اجهزه الالترا ساوند، احنا عندنا اكسكلوسيف للاجهزه بتاعت البلاك اند وايت للاوبي جاينا، وجهازين بورتابل كلر دوبلر اللي هم الزي 50 والزي 60. السكسس ستوري الحقيقه بتاعتنا هنا في الماركت في مصر يعني تعتمد بشكل كبير جدا على نجاحنا في دي ار تك. دي ار تك هو الانترناشونال بارتنر بتاعنا الكوري لاجهزه الفلات بانل ديتكتور، واعتقد ان احنا الحمد لله لينا ريفرنس ليست قوي جدا جدا هنا في الصعيد سواء في اسيوط او في سوهاج في الجزء بتاع الفلات بانل ديتكتور. ان الترند بتاع فكره الانالوج اكس راي ان انا احوله لديجيتال اكس راي عن طريق الفلات بانل ديتكتور، او الفكره بتاعت الهوم كير سوليوشن ان انا يكون عندي جهاز فلات بانل ديتكتور مع البورتابل اكس راي، انا بشوف ان احنا كشركه ميدفال خلال ال5 سنين اللي فاتوا الحمد لله الحمد لله كان لينا نجاح كبير جدا في الجزء ده بتاع الهوم كير سوليوشن اللي هو البورتابل اكس راي مع الفلات بانل ديتكتور. في السي ارم احنا عندنا وكاله الاس جي هيلث كير، ده وكيل كوري لجهاز السي ارم اللي هو الديجيتال سي ارم ال 5 كيلو وات، والسنه اللي فاتت طلع منه الفيرجن الثاني اللي هو 15 كيلو وات. معانا برده بيميمس، ده من كوريا برده، ده مورد كوري لاجهزه الماموجرام. واخيرا في الانترفينشنال الراديولوجي في الار اف احنا عندنا النيدلز بتاعت ستار ميد، الستار ميد الكترود في الانترفينشنال الراديولوجي. في الاي في دي زي ما قلت لحضراتكم احنا اكسكلوسيف لمايند راي. في الهوم كير او الهوسبيتال بارتنرز احنا اكسكلوسيف لماسيمو،
والبايولايت في البيشنت مونيتور واوبتيوم ويوال. الليست بتاعت الكاستمرز بتوعنا يعني دول مين اهم الكاستمرز بتوعنا، سواء جامعه اسكندريه او جامعه عين شمس، الطهره راديولوجي سنتر، جامعه المنصوره، موجودين في المعامل الحمد لله، احنا موجودين في البيج تشينز كلها بتاعت المعامل، في الفا، في المختبر، موجودين في مغربي، في الهلال الاحمر المصري. يعني ده كده كان بريف سريعا جدا شركه ميدفال وايه الشغل بتاعنا وايه البيزنس يونت الموجوده عندنا ومين هم البارتنرز بتوعنا في مجال الميديكال ايمجينج سواء راديولوجي او الترا ساوند. انا بس حابب في الاخر اقول لحضراتكم، يعني انا طبعا ماركتنج، فانا من تيم القاهره، لكن زميلنا الباشمهندس محمود حمزه هو الموجود مع حضراتكم هنا في الابر ايجيبت، هو الاريا مانجر من منطقه اسيوط لحد اسوان. لو في اي حد في حضراتكم عنده اي سؤال، حابب يعرف اي حاجه عن الاجهزه بتاعتنا، ويلكم. طبعا احنا مرحبين جدا ان احنا نرد على اي استفسار. شكرا لكم وشكرا يا فندم، بالتوفيق دايما ان شاء الله. بس عشان تبقاش زحمة في المكان الوجبات. طيب ماشي. طيب ماشي.